هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، قال الرئيس السيسي إنه يبعث لمسلمي مصر بالخارج بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله تعالى لهم بدوام التوفيق والنجاح ولمصر بالمزيد من الرخاء والرقي والازدهار.